بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده باذن الله هنلاقي لحضراتكم مباراه كره السله ما بين الاهلي والزمالك في الجوله الثالثه في دوري السوبر لكره السله سيدات، والتي ستقام في تمام الساعه السادسه على صاله او ملعب صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه تاتي في اطار الترتيب، المرحله الاولى مرحله ترتيبيه من الاول للثامن، وبعد ذلك تذهب كل الفرق إلى الأدوار الإقصائية. المباراة ستنقل على الهواء مباشرة، وبالطبع طبعا مش هيقدر يتابعنا على شاشتنا على شاشة قناة النادي الأهلي، يقدر يتابعنا على قناتنا على اليوتيوب وأيضا على الفيسبوك، هيقدر يشوف المباراة على الهواء مباشرة. في البداية طبعا قبل ما نتناول المباراة من الناحية الفنية، بحب أرحب بضيوفي المنورين في الاستوديو. برحب بالكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر ايضا وعضو لجنه انتقاء المواهب بالنادي الاهلي الحالي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم، فرصه ايضا معانا الدكتوره ان شاء الله حلقه مميزه. نرحب بالدكتوره داليا عرابي نجمه النادي الاهلي السابقه ومنتخب مصر وعضو مجلس اداره منطقه القاهره لكره السله. اهلا بك يا دكتور منورانا. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورانا ومبسوطه ان انا كبيره جدا مبسوطه ان انا معاكم ومع كابتن سلعاوي تاني، ربنا يخليك. منورانا يا كابتن، منورانا. كابتن سلعاوي، النهارده المباراه شايف اهميتها ازاي؟ يعني النادي الاهلي في كرة السلة بيعيش يعني أفضل في السيدات أفضل فتراته، ثلاث بطولات، بطولة المرتبط، بطولة السوبر، بطولة القاهرة، وبيسعى لمواصلة الانتصارات. شايف مباراة النهاردة ازاي يا كابتن؟ طبعا في البداية نحب نقول النادي الأهلي من أحسن الأوقات اللي عنده فرقة باسكت بنات بعد الجيل القديم، عشان برضو احنا ما نضيعش. نعم. الجيل القديم او ما ندلوش حقه طبعا، طبعا. لا، لكن اللي تعتبر من احسن الفترات اللي موجوده الاجيال المرتنة. مباراه تعتبر مهمه من ناحيه النفسيه واهلي وزمالك، لكن اعتقد هناك فرق كبير في الفنيات بين المستويين، بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. والفرق ده واضح يعني منذ تصدر النادي الاهلي لمرتبط وبطوله القاهره، واعتقد ان النادي الاهلي دلوقتي لديه فرقه يجب ان تتجه الى الخارج، افريقيا وبطوله عربيه. ايوه. نعم. يعني لان المنافسه بتقتصر على نادي الاهلي ونادي سبورتنج بالنسبه للمرحله الدوري العام للبنات، فهناك فرق كبير. اكيد ده اكيد في مخطط كابتن طارق خيري. يعني كابتن طارق خيري هو كان ماسك الرجال، كان اعتقد ده فكر النادي. اكيد طبعا أكيد. فكر نتائجك المحليه بتشجع انك طبعاً انت تتجه الى الخارج إن شاء الله. لازم ان شاء الله باذن الله. فرقتنا مستعده، فرقتنا تم تغيير الاجنبيه كايلي مادو معاها، والنهارده اول مباراه ليها بعد انها اتمرنت كذا تمرين يعني، واعتقد انها هتفيد اكتر. اكيد ان شاء الله باذن اكيد الله. ان شاء الله. كابتن داليا، اجي لحضرتك. يمكن مباراه النهارده تاتي في ظروف صعبه بالنسبه لنادي الزمالك، تغيير جهاز فني، رحيل الكابتن عمرو عاشور وتقديم استقالته وتولى المسؤوليه الكابتن ياسر عبد الرحمن، بالاضافه طبعا للفرق المستوى الفني اللي اشار اليه كابتن محمد. شايف المباراه النهارده ازاي واهميتها لكلا الفريقين؟ والله انا شايفه اهميتها جايه من اسماء الانديه، يعني ان الاهلي بيلعب ضد الزمالك، لكن مش من منطلق الفنيات. ممكن يكون في تحدي للزمالك شويه ان هو كابتن ياسر لسه جاي جديد وعايز اول ماتش ليه مع الاهلي، فطبيعي ان هو يبقى عنده عايز يقدم ماتش باداء كويس، ممكن ما يكونش في طموحه مكسب على قد ما هو عايز يقدم اداء كويس قدام الاهلي لفرق المستوى الفني ما بينهم يعني. نتمنى له طبعا كل التوفيق، مع احتفاظ طبعا ان انا شايفه ان فرقه الاهلي متطوره دلوقتي تطور جامد جدا، في بعض العناصر جت جديده السيزون ده ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، والعناصر اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت حاسه ان هم مع بعض او نفسيا او اتجمعوا بشكل اقوى من الناحيه النفسيه وال ما بينهم وما بين بعض، يعني حاسه ان روح الفرقه السنه لا هي واضحه في الملعب جدا، سواء من اللي كانوا موجودين في النادي او سواء الناس اللي دخلت عليهم جديد يعني تغيير المحترفه كان لازم يحصل. يمكن هو كابتن طارق ادى فرصه للمحترفه السابقه ان هي يعني ممكن يكون الاصابه ممكن يكون، ولكن اداها فرصه كامله، ولكن وجب التغيير والنادي استجاب لك وجبه، كان قرار سليم جدا. واتصور بقى ان شاء الله المحترفة الجديدة تيجي تأدي أداء كويس، على الرغم ان انا مقتنعة جدا بان هم الهارموني بتاعتهم زادت وأدائهم الفني عالي جدا،
لدرجه ان انا بقيت اشوف ان هم ممكن يكسبوا من غير المحترف على فكره. ده كلام مظبوط يا كابتن. ده حصل في دوري السوبر. وده حصل في دوري السوبر. ما كانش ليها دور قوي، والفرقه كانت روحها عاليه وادائهم الجماعي كان فوق الروح. يمكن الاهلي زمان نفس الفرقه كان بيلعب لعب فردي، دلوقتي احنا شايفين بشكل رائع. شكر خاص لكابتن طارق في تجمعتهم صحيح بصراحه. صحيح صحيح كلام حضرتك مظبوط، ان الاعتماد ما بقاش على المحترفه بشكل كبير بالزبط. هي عنصر من عناصر الفريق ولكن ليس الاعتماد بشكل كبير عليها. وهو عنده تغييرات قويه بره فبيقدر يعني هو يدير الماتش بشكل جيد يعني. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. صحيح يا كابتن. طب كابتن سلعاوي، يعني يمكن بعد الجوله الثانيه وانتهاءها والنهارده داخلين على الجوله الثالثه، نحب نستعرض مع الساده المشاهدين الترتيب العام للجدول دلوقتي بعد انتهاء الجوله الثانيه قبل ما نبتدي الجوله الثالثه. اتفضل يا كابتن سعد. هو بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي لعب مباراتين، احدى هو مع الطيران والثانيه مع الاتحاد السكندري. نعم. في الاتحاد السكندري النادي الاهلي الاول باربع نقاط، لعب اثنين فاز الاثنين، مفيش خساره، ليه 179 عليه 121، الفارق 58، عنده اربع نقاط. تمام. سبورتي يعني النادي الاهلي في المقدمه. سبورتي الثاني فاز اثنين برضه، ليه 154 عليه 133، الفارق 21، عنده اربع نقاط. اذا احنا تصدرنا الجدول بفارق النقاط، ان احنا فارقين عن ما لنا وما علينا 58 نقطه، انما نادي سبورتنج 21 نقطه. الجزيره لعب اثنين فاز اثنين ما خسرش، له 134 وعليه 126 والفارق 8 وبرضه عنده اربع نقاط. يعني اذا في ثلاث فرق ترتيب متساويين، اللي يفرق بينهم هو النقاط. تمام. نيجي بعد كده سموحه لعب اثنين كسب واحد وخسر واحد، ليه 155 وعليه 120 والفارق 35 وعنده ثلاث نقاط. يبقى سموحه تلقى هزيمه هنا. هو والطيران. نيجي الطيران في المركز الخامس، لعب اثنين كسب مباراه وخسر مباراه، وليه 129 وعليه 148 ماينس 19 وليه 3 نقاط. نعم. البنك الاهلي لعب مباراتين فاز خسر الاثنين، ليه 136 وعليه 156 ناقص 18 وفي المركز السادس بنقطتين. اتحاد اسكندري لعب مباراتين خسر المباراتين، ليه 133 وعليه 153 ماينس 20 في المركز السابع بنقطتين. ويجي في الاخر نادي الزمالك لعب مباراتين خسر المباراتين، له 110 وعليه 175 ماينس 65 وعنده النقطتين. نعم. هذا الترتيب. دول التم بالظبط. واضح ان الاول بيلعب الثاني. نعم. هو النادي الاهلي بعد نهايه الاسبوعين. يعني يمكن النادي الاهلي هو بيتصدر جدول الترتيب ويجي نادي الزمالك في المركز الثامن، يعني الاول بيلاعب الثامن في دوري المرتبط. دي مباراتنا دوري السوبر، انا اسف، دي يعني ترتيب الفرقتين قبل المباراه، الاول النادي الاهلي والاخير هو نادي الزمالك في الترتيب الثامن. طب كابتن، برضو كابتن دالي، يمكن اكيد برضو محتاجين يعني عين برضو على الثمان فرق الاخرى، يعني في ثمان فرق تانيين يا كابتن داليا او دكتور داليا بيلعبوا، برضو من حقهم ان احنا نجيب اخبارهم ايه، لان هو في نقطه مهمه نتابع الدوري ده، لان الثامن والتاسع، السابع والثامن هنا هيلعبوا التاسع والعاشر هنا. فمهم جدا نبقى شايفين ده برضو في الترتيب. اتفضل يا دكتور. هو في المركز التاسع بيجي نادي هليوبلس، رصيد نقاطه أربع نقاط عليه 124 وفرق النقاط عنده 73. مركز العاشر بيجي نادي الصيد بنقاط أربعة عليه 90، الفارق 37، فرق النقاط من ليه ومن عليه. الشمس بيجي في المركز الحداشر برصيد أربع نقاط عليه 106 نقطة. مصر التأمين بتيجي في المركز الاتناشر عليها 112 نقطة برصيد ثلاث نقاط. مدينة نصر بتيجي في المركز ال 13 عليها 121 برصيد 3 نقاط. مركز ال 14 نادي 6 اكتوبر رصيد نقطتين فقط وعليه 129 نقطة. نادي الزهور مركز ال 15 عليه 171 نقطة برصيد نقطتين. وفي النهاية جزيرة الورد يفوز يعني مركز ال 16 عليه 168 نقطة برصيد نقطتين. أشكرك دكتور داليا. أعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمرة، الأهلي والزمالك، كرة سلة سيدات، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع حضراتكم تغطيتنا المستمره. الاهلي والزمالك في الجوله الثالثه لكره السله سيدات في دوري السوبر. يدخل نادي الاهلي بحصد 3 ألقاب هذا الموسم. نادي الزمالك يدخل وتغيير جهاز فني وفي الترتيب الاخير في دوري السوبر. ولكن زي ما حضراتكم عارفين كره السله اللي بيحترم الملعب وبيحترم الخصم اكيد بيكون في وضع تاني. يمكن اجي لك يا دكتور، محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني اللي هيمثل النادي الاهلي النهارده في المباراه. اتفضل يا كابتن. احنا معانا الجهاز الفني الاهلي النهارده، كابتن طارق خيري مدير الفني، وكابتن كريم محمد المدرب العام، كابتن عليا مدرب مساعد، كابتن ماجد فوزي المدير الاداري، كابتن مشيره الاداريه، كابتن اكرم عادل مخطط الاحمال، كابتن محمد اكرم محلل تقني، الدكتوره مروه الحسيني دكتوره الفريق، دكتوره ياسمين محمد اخصائيه العلاج الطبيعي، ودكتوره مي القاضي الاخصائيه النفسيه. اذا الجهاز الفني كما هو، الجهاز الفني منذ بدايه الموسم لا يطرا عليه اي تغيير. كل التوفيق لكابتن طارق خيري والجهاز الفني في مباراه اليوم بل في دوري السوبر وايضا في كاس مصر. نروح لكابتن سلعاوي، استاذن حضرتك نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه الفريق او ال 12 لاعبه النهارده اللي جونا من ارض الملعب اللي هيمثلوا النادي الاهلي في هذا اللقاء. اتفضل. اسمعك بس في الجهاز بس بتاع اللي هو الفني للسيدات. اتفضل. عايز اثني على الدكتوره ياسمين كيلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، اعتقد عامله مجهود غير طبيعي مع البنات نظرا لتلاحق الماتشات واصابات كتيره. فيعني بصراحه عامله مجهود. زائد الدكتوره مي القاضي برضو اللي هي الاخصائيه النفسيه، يعني برضو لعبه دور كبير جدا جدا في حل معظم المشاكل، واعتقد دلوقتي استعانوا بيها برضو في الهاندبول. لا هي ما شاء الله عليها دكتوره مي، كانت ضيفتنا في الاحتفال بدوري المرتبط، والحقيقه هي عارفه هي عايزه ايه وكان ليها بصمه كبيره جدا. دكتوره ياسمين عامله مجهود جامد جدا جدا مع البنات يعني. نعم. بصراحه لان احنا بنشوف الجهاز الفني قائمه سيدات الاهلي كيلي اللعيبه رقم واحد، ودي المحترفه الامريكيه اللي لسه جايه من سموعه اول مباراه ليها النهارده مع الفريق. جنى الالفي رقم 2، ميرال اشرف رقم 4، نادين السلاوي رقم 7، سرايا محمد رقم 8، ندى نافع رقم 9، دينا عمر كابتن فرقه رقم 10، نرمين ايمن رقم 11، رضوى محمد رقم 12، فريده وائل ودي مصابه اعتقد برضه هتحتاج ما بين اسبوع لتسعة ايام بره التشكيل. بره التشكيل رنيم الجداوي، نهى شتا، هلا مصطفى برضه اعتقد بره التشكيل مصابه برضه، حبيبه محمد موجوده رقم 40، جايده خالد مصابه في المباراه القيران الاخيره، لاعبه ناشئه لاعبه كويسه مصابه وتحتاج اسبوع ان شاء الله وترجع باذن الله. اذا الساده المشاهدين ال 12 لاعبه اللي هيمثلوا النهارده بعد ما اعلنهم كابتن محمد السلعاوي، شيكيلي اللاعبه الامريكيه المحترفه، جنى الالفي وميرال اشرف، نادين سلعاوي، ثريا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، نرمين ايمن، رضوى محمد، ونريم الجداوي، وحبيبه محمد. يغيب للاصابه زي ما وضح كابتن محمد السلعاوي، تغيب فريده وائل للاصابه ان شاء الله اسبوع او 10 ايام وهتكون في الملعب، وايضا هاله مصطفى نجمه الفريق وطبعا عندها يعني التهابات في الاكيلس وان شاء الله تكون موجوده خلال فتره وجيزه، والناشئه يعني ما شاء الله المتميزه جدا جايده خالد مصابه واسبوع بالكثير ستكون في الملعب. اذا يعني النهارده شايفين في تغير ولكن السكواد يستحمل الحمد لله بعض الغيابات، ان شاء الله يكون التوفيق من حليف الفرق. طب كابتن او دكتور داليا، محتاجين برضو يعني الماتشين اللي لعبناهم او النادي الاهلي لعبهم محتاجين نعرف النتائج عشان نبقى عارفين النادي الاهلي كسب بفرق قد ايه وماشي ازاي. اتفضلي. هو النادي الاهلي لعب ماتشين، الماتش الاولاني كان مع الاتحاد السكندري وكسب 88-74، الماتش الثاني كان مع الطيران وكسب 91-47. طبعا ماتش الطيران كان فيه فرق سكور عالي وفرق مستوى كبير، والاتحاد السكندري كان يعني الى حد ما ماتش الاتحاد كان في اسكندريه. كان في اسكندريه. نعم. بس كسبناه برضو بفرق بس مش عالي قوي طبعا زي الطيران يعني. كابتن سلعاوي استاذن حضرتك لو نستعرض مباريتين الزمالك السابقتين قبل هذا اللقاء. اتفضل يا كابتن سلعاوي. نادي الزمالك لعب مع سموحه ولعب مع الطيران، خسر من سموحه 93-53 فارق 40 نقطه، وخسر من الطيران 81-57. طب كابتن هل يعني احنا المعلومات عن فريق نادي الزمالك الحقيقه مش كامله معانا وبنجيبها من ارض الملعب، يعني بنحاول من خلال مراسلنا من ارض الملعب نحصل على المعلومات او تشكيل الفريق،
وهيجي لنا ان شاء الله. ولكن احنا عندنا، هل نادي الزمالك معاه محترف يا كابتن؟ لا معهوش محترف، لا محترف مشيت بتاعت نادي الزمالك. واعتقد ان في مجموعه في اللي هم التوأم التوينز بتوعنا بتوع النادي، هلا وهاجر كانوا راحوا الزمالك. لكن وفي لعيبه الارتكاز اللي هي منتخب الناشئين. لكن اعتقد ان فرقه الزمالك مش مكتمله برضه، مش مكتمله، معهاش معهاش محترف. شهد تغيير جهاز فني، تغيير رحيل الكابتن عمرو عاشور والمساعد بتاعه والاستعانه بالكابتن ياسر عبد الرحمن وجهاز فني كتير بقى له 48 ساعه. فطبعا اعتقد ان برضه مهما يكن تشكيل او الافراد او لكن بيرجع في الاخر اسم النادي اللي اللعيب بيلعب ليه ويحب يدافع عنه. فرق المستوى ده طبعا شيء طبيعي ان انت بتصدم بيه. وخلي بالك كابتن، هي انا برضو برجع اقول يعني انت كرة السلة يعني دايما بقول انه ما تعرفش يعني مجهود يعني انت لو مش محترم المباراة ومش مأدي لعبة ثواني. اعتقد ان طارق خيري عامل توليفة وعامل حالة في الفرقة فيها من اهم شروطها الاحترام، احترام الخصم واحترام المنافس و اللعب او طريقه اللعب تنفذ. نعم مفيش ضعيف وقوي وكده، ولذلك الحمد لله احنا ماشيين كويس. نعم. وحاله الفرقه حاجه تسعد بصراحه. واحنا نتمنى يعني ان الفرقه دي تخش بقى دوره عربيه اكيد اكيد، بطوله افريقيه طبعا. طبعا احنا النهارده كسبنا سبورتنج حامل لقب او اللي فائز ببطوله افريقيا السنه دي، بفضل الله فزنا عليه في دوري السوبر، سوري مباراه السوبر سوبر كاس السوبر فزنا عليه بعد عودته من افريقيا. يعني قصدي اقول بعد تغيير الاجنبيه بتاعته كمان بالظبط. فاحنا يعني قصدي اقول ان احنا قريبين مش بعاد، واحنا لعبنا اوريدي قدام بطل افريقيا وسعنا ان احنا نفوز عليه. بس دكتور فرصه حضرتك معانا النهارده الحقيقه على الترابيزه دي في استوديو الابطال، اشدنا بمنطقه القاهره الحقيقه. منطقه القاهره بتقدم يعني الحقيقه انتوا بقالكم يعني سنتين او ثلاثه عاملين شغل كويس جدا جدا، سواء الفريق على مستوى الفرق الاولى او القطاع الناشئين، في نظام، في انضباط في المواعيد، في انضباط في اقامه المسابقات، يعني في متابعه دقيقه من الاتحاد من منطقه القاهره بقياده طبعا كابتن شريف، يعني بنشكركم عليها. قولي لي ايه السر، ايه سر التحول في منطقه القاهره؟ بص، هو كابتن شريف طبعا عنده اسلوب ظريف كده في الاداره. هو طبعا مقسمنا داخليا، يعني كل واحد ماسك ملف زي ما بيقولوا وبيشتغل عليه بمنتهى القوه، وهو من الشخصيات الظريفه جدا يعني في اسلوب ادارتها. هو بيفوض اللي بيعمل ديليجيشن للسلطه وبيديك كل التولز وبيتابعك، لان هو خبره غير طبيعيه في الشغل، لعيب كبير الحقيقه، وخبره اداريه عاليه جدا يعني. بخلاف ان هو رجل اعمال اصلا، فهو برضو خبراته الاداريه بالظبط بالظبط. فكل واحد فينا الحقيقه ماسك ملفه، وكل واحد فينا بيجتهد عليه جدا، سواء انا او كابتن نادر او كابتن تامر او كابتن جارو، وكل واحد مسك الحته اللي هو شايف نفسه شاطر فيها. يعني هو ما فرضش علينا او ملفات معينه خالص خالص، يعني هو كل واحد اختار الملف اللي هو شايف نفسه ليه او مهاراته بتتوافق معاه، واشتغلنا بمنتهى الاخلاص زي ما بيقول. هو سر الاخلاص يعني، مش بشكك طبعا في اي حاجه، بس الواحد مركز ان هو بقدر الامكان خلاص يعني خلاص الواحد بقدر الامكان بيحاول، بلس ان احنا داخليا متعاونين قوي. نعم. يعني الحمد لله. نعم. ربنا يكرم، ما فيش صراعات داخليه، ما فيش غيره، الحاجات اللي بتبوظ الشغل من جوه دي الحمد لله مش موجوده. وخلي بالك حضرتك يعني التميز مش بس على مستوى الفريق الاول، يعني سواء سيدات او رجال، وشفنا لا هو في شغل المنطقه كله على مدار انضباط ومواعيد ومتابعه ولجنه الاحصاء الحقيقه عندكم كمان لجنه اللي كان في لجنه احصاء، في اللجنه الاعلاميه فيها تطور غير عادي اللي ماسكها الملف بتاع كابتن جارو. بدانا نذيع الماتشات، بدانا نطلع التحليلات، لجنه المسابقات طورنا. يعني فكره ان الفرق الكبيره كانت تلاعب فرق في فرق مستوى بينها وتفضل في السيزون تلعبها وتكسبها بال 40 بونت وال 30 بونت، ما هياش احسن حاجه ولا للكبار ولا للناس اللي بتتغلب بال 40 بونت. لا، هو عشان يحصل تطور في اللعبه كان لازم نخلي الاقرب لبعضه يلعب بعضه كتير. صح. علشان يحصل تطور في مستوى الألف، فعملنا نظام مسابقات جديد
بدأنا نخلي الناس تلعب ماتشات أكتر. صحيح. كنا حريصين جدا إن إحنا ما يجيش شهر 12 وتخلص بطولة المنطقة، فبالتالي الولاد اللي ما طلعوش جمهورية دنيتهم تقف من شهر 12. لا لا، إحنا عايزين نكمل، فعملنا حاجة اللي هو كأس المنطقة وبدأنا نكمل بيه بحيث إن الولاد يفضلوا. دي كانت مشكلة دكتورة بالنسبة للمدربين وبالنسبة للعيبة. صحيح. ده حقيقي. في بعض الانديه كانت بتمشي المدرب بعد المنطقه بمجرد انتهاء المباراه. ده حقيقي. وانا دي فكره طبعا فكره جيده جدا جدا جدا. واحنا ضد ان الولاد تقف، يعني هم في سن هم بيلعبوا رياضه وبيحبوا الباسكت ونفسهم يكملوا. ويمكن كاس المنطقه لما اتعمل الناس استغربت في الاول، بس يعني بالعكس ده بس الولاد بتاخد ميداليات وبتحس انها كسبت مركز اول وبتاخد نفس الفرحه. فلا، هو ده الغرض. هو مش لا، انا الحقيقه انا يعني مركزين في نفسيه الولاد وهم محتاجين ايه وكده. شايف اللي حضراتكم بتعملوه، ويمكن عايز اقول انه كمان لازم نشيد بالمدير التنفيذي منطقه القاهره الكابتن وائل عبد الحي. ده اكيد هذا الرجل كابتن وائل عامل شغل، انا بقول لحضرتك عنده من الخبرات كمدير تنفيذي للمنطقه، اكبر منطقه لكره السله. ده راجل عسكري عنده انضباط كمان. الدنيا مضبوطه. لا هو انا حي بصراحه، احنا بنقدم له تحيه لان هذا الرجل. انا بصراحه انا عن نفسي مطلع عليه لقب كده مصباح علاء الدين. يعني انا اطلب اي حاجه كابتن وائل بصراحه بيحققها في اللازمه. انا يعني شايفه من انجح مديرين تنفيذي نجوم المنطقه، يعني على مدارها يعني عمرها. طبعا احترام للكل، ولكن رجل انضباط ورجل عنده حلول لكل شيء والتزام. وانا شايف ان ده برضو احد عناصر النجاح. وعنده انضباط جامد فعلا في السوق. عناصر النجاح اللي فيه اداره تنفيذيه قويه في الاتحاد. طيب خلينا اتفضل يا كابتن هيثم بعد اذنك. برضو منطقه الجيزه بقياده لواء زكريا. لواء زكريا عامله برضو مجهود كويس، والتنافس بين المنطقتين ده في صالح الكره. ما هي دي خليه يعني مع منطقه اسكندريه برضو زياده هو ده المنافسات وكده. فالتنافس ده شيء جيد جدا. نعم. وان بطوله القاهره دلوقتي بقت الناس بوصلها على انها زي دوري عام. نعم. واهميتها وكاس المنطقه على انه كاس مصر. ده يعني حقيقي. الدنيا بدات بره وبره القطاع بصراحه، وده في صالح بس الكره. ده حقيقي. وبره قطاع المسابقات احنا شغالين برضو في الشغل مع القطاع التعليمي في الكامبات اللي احنا بنعملها على طول. دي فكره جيده جدا. يعني جدا وجود جدا. كروس كامب. نعم. كامب عالمي بالمدربين بتوعه، نفس اللي بيقدم بره بنجيبه هنا في القاهره لعدم مقدره كتير جدا يسافر. من ولادنا انهم يسافروا بره. صح. بس بياخد نفس خبره المدربين الصرب اللي موجودين بره، لان هم ما عندهمش الامكانيه انهم يطلعوا. السنه اللي فاتت برضه عملت الدورات التدريبيه وفي حاجات كتير كويسه جدا. نشاط عملت كلينكس اربع ايفنتات تقريبا، وكنت شايف حضرتك حتى يمكن واقفه في ارض الملعب وبترتب الدنيا والبنرات. يعني حتى الاهتمام منكم بالتفاصيل الصغيره. احنا لازم نشيد باللي بيشتغل، ولازم نشيد باللي بيتعب واللي بيحاول يعمل حاجه. لازم نشيد بيه. نتمنى لكم كل التوفيق. مجموعه متناسقه، مجموعه جميله جدا. طيب خليني انا جالي دلوقتي اعزائي المشاهدين تشكيل نادي الزمالك. يمكن هيلعب النهارده بميار رقم 5، فرح علي رقم 10، مريم عامر رقم 11، سلمى خورشيد رقم 13، هبه يعني مش واضح معايا الاسم قوي، هبه 15، ورده وائل رقم 6 و20 رقم 16 انا اسف، ايوه، ومعانا هانيا سالم رقم 22، شهد عثمان، زينة البيومي، يارا حسام. ده تشكيل نادي الزمالك. 12 لعيبه كما تفضل واشار كابتن محمد السلعاوي، لا يوجد محترفه في تشكيل نادي الزمالك. ده كان تشكيل نادي الزمالك هاجر خارج التشكيل. اعتقد ان هم هيروحوا اليوبلس. خارج التشكيل، طلبوا ان هم يرحلوا عن نادي الزمالك. فاذا ده تشكيل نادي الزمالك، 12 لعيبه. قلناهم لحضراتكم تاني، ولو نحب نقولهم تاني. في ميار رقم 5، فرح علي رقم 10، عندنا مريم رقم 11، مريم عامر رقم 11، سلمى خورشيد رقم 13، هبه 15، ورده وائل 16، هانيا سالم 22، شهد عثمان 30، زينه البيومي 23، يارا حسام. كل التوفيق النهارده اكيد للنادي الاهلي. وخلينا نروح لارض الملعب من صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، واجواء ما قبل اللقاء مع الزميله العزيزه مريم سميح. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن محمد سعيد وكابتن داليا عرابي. برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده طبعا من الدوري، دوري سيدات سله الاهلي. والنهارده الحقيقه يعني النهارده ماتش مهم، الاهلي والزمالك. يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي داخل بمعنويات مرتفعه الحقيقه، ان هو يعني من بدايه المشوار او من بدايه الجوله الاولى والجوله الثانيه الحقيقه ان هو قدر ان هو يتغلب على نادي الطيران، وكمان ايضا على نادي الاتحاد السكندري، على الرغم من ماتش الاتحاد السكندري كان خارج
يعني ارضه كان بيلعب في الاسكندريه. طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي فاز على نادي الطيران بنتيجه 91-47، وكانت اللقاء مقام هنا بصاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وايضا فاز طبعا على نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 88-74. طبعا يعني الحقيقه ان النادي الاهلي متصدر الجدول، على عكس طبعا نادي الزمالك بياتي في المركز الثامن بعد طبعا نتائج الجوله الثانيه من الدوري. الحقيقه ان يعني نادي الزمالك داخل يعني يمكن في مشاكل كتير طبعا في صفوف الفريق يا كابتن هيثم، خلينا نقول عنده اصابه، طبعا اصابه نيره نافع، ايضا المحترفه مش موجوده في صفوف الفريق او مش هتكون متواجده النهارده طبعا في السكور. الحقيقه يعني ان كابتن ياسر عبد الرحمن يعني اتكلمت معاه قبل الهوا، هي ان هو يمكن خاض مع الفريق مران واحد فقط، هي تمرينه واحده فقط، لان هو شايف ان طبعا في مشاكل كتير، يمكن هو لسه متولي يعني تدريب الفريق منذ ايام قليله، وهو ده اللي خلاه يمكن ياخد مران واحد فقط. والحقيقه ان ده اول ماتش ليه امام النادي الاهلي طبعا يعني متصدر الجدول. الحقيقه ان النهارده المهمه صعبه جدا على نادي الزمالك، كمان زي ما احنا عارفين يمكن منذ ايام قليله طبعا اعلن كابتن عمرو عاشور ان هو مش هيكمل يعني او عدم استئنافه مع الفريق، وده خلال الايام الماضيه، ده طبعا بعد خساره نادي الزمالك طبعا امام سموحه بنتيجه 93-53، وايضا امام الطيران بنتيجه 81-57. ويعني يمكن كل دي مشاكل، يمكن الخساره في مباراتين متتاليتين، ويعني يمكن هي المباريات اللي خاضها نادي الزمالك منذ بدء المسيره او منذ بدء يعني الدوري. الحقيقه طبعا اعتذار طبعا المدير الفني عمرو عاشور، ويعني تولي كابتن ياسر عبد الرحمن في الدقائق الاخيره قبل مباراه الاهلي والزمالك، ده يمكن عامل يعني فرق كبير جدا ما بين معنويات نادي الزمالك النهارده في المباراه وما بين معنويات النادي الاهلي. خليني بقى اقول لك يا كابتن هيثم، يمكن ترتيبات النادي الاهلي لما كان اتكلمت طبعا مع الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده كابتن طارق خيري، الحقيقه ان هو شايف انه الاستعدادات زي استعدادات اي مباراه ثانيه، مش عامل لها حسابات اخرى او مش عامل لها استعدادات كبيره، ولكن يمكن الحقيقه ان كان التدريب عادي جدا منذ يوم الثلاثاء الماضي، ده طبعا بعد نادي او بعد مباراه نادي الاتحاد السكندري اللي هم استأنفوا طبعا تدريباتهم حتى امس. والحقيقه ان هو شايف انه مباراه زي اي مباراه تمهيديه او في دور تمهيدي، يعني ليست مباراه بطوله وليست مباراه فارقه، فهو كان استعداداته يعني عاديه جدا زي اي استعدادات نادي تاني. خليني بقى اقول لك يمكن عندنا يعني اصابات، ثلاث اصابات في صفوف فريق النادي الاهلي. فريده وائل طبعا يعني اصابه، ايضا جايده خالد بتعاني في كدمه في رباط الصليبي، هاله مصطفى الحقيقه ان هي مش هتكون موجوده برده النهارده في صفوف الفريق، ان هي يعني جايه من اصابه، فقرر طبعا يعني كابتن طارق خيري ان هو يريحها كمان في هذه المباراه. الحقيقه ان دي ثلاث اصابات الموجوده في صفوف فريق النادي الاهلي. طبعا يعني المحترفه شيكيلي كمان هتكون دي ثاني مباراه ليها عقب مباراة نادي الاتحاد السكندري، وان شاء الله يعني تأدي اداء مشرف بعد طبعا التعاقد معاها خلال الفترة الماضية. طبعا يعني دي يا كابتن هيثم كانت كل الاجواء هنا طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيرة، وتحديدا من داخل صالة الشهداء اللي بيلعب عليها طبعا مباراة الاهلي والزمالك في دوري سيدات سلة الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكون ليه نتائج كويسة ويعمل نتائج كويسة، خاصة ان النادي الاهلي يعني يمكن صفوفه او كل اللاعبات الموجودة في السكور النهاردة جاهزين بدنيا وفنيا طبعا زي ما اكد لي كابتن طارق، وان شاء الله نشوف اداء مشرف زي ما احنا متعودين دايما من سيدات سله الاهلي. مريم سميح مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، وكالعاده يعني غطيت كل النقاط اللي يمكن محتاجين نعرفها من ارض الملعب. واضح يعني من كلام مريم انه نادي الزمالك بيعاني من مشاكل كثيره من تغيير جهاز فني وغياب محترفه وغياب بعض اللاعبات ايضا. النادي الاهلي في حاله استقرار، النادي الاهلي ما عملش اي اجراءات استثنائيه لاي مباراه اخرى يعني مختلفه عن اي مباراه اخرى، ولكن هو داخل اكيد بهدف اراحه اللاعبين واكيد في روديشن. بالتالي يا دكتور يعني كابتن طارق خيري النهارده ممكن يعني الفارق الفني واضح من قبل ما يبتدي المباراه، الكل يعلم الفارق الفني وان المباراه ستنتهي بفارق سكور كبير، ولكن يمكن كابتن طارق خيري اكيد عنده اهداف ثانيه غير الفوز. تفتكر ممكن تكون ايه اهداف كابتن طارق خيري النهارده؟ والله انا بحس ان ممكن يكون اول اهدافه ان هو يدي ثقه للاعبين اللي ما بيلعبوش الماتشات الكريتيكال بتاعته. وجود سكواد قوي ليه عنده تحت يديله ثقه عاليه جدا، بشوف ان دي من اول اهداف كابتن طارق، لان هو بيهتم جدا بالحاله النفسيه للعيبه. يعني ممكن تكون برضو من اهدافه ان هو يطبق
خطط او يطبق حاجات جديدة، العاب جديده سيستم او سيستم جديد، او يجرب بعض اللاعبين يحطوهم في بوزيشن مش البوزيشنز بتاعته، لان هو مش هيقدر يجازف بوجود، لان هو بيبقى عايز اللعيب يقدر يلعب في مركز واتنين، فهو ممكن يكون متفوق في حته هو حافظه فيها، فممكن يكون عايز يحطه في بوزيشن تاني. فهذه يعني الماتشات اللي بيبقى فيها فارق مستوى بتبقى فرصه كويسه لجميع المدربين يعني. واعتقد ان كابتن طارق بيكون عنده الفكر ده يعني. اعتقد ان هم دول اكتر حاجتين ممكن يكونوا. طب هل كابتن سرعوي شايف اهداف اخرى عند دكتور داليا؟ يعني اهداف انه الروتيشن اللعيبه، يدي ثقه لبعض اللاعبين، يدي وقت اطول للاعبات ما لعبوش، يعني شايف ايه ممكن النهارده بتبقى من اهداف كابتن طارق خيري في هذا اللقاء؟ لا انا اعتقد ان كل الكلام اللي قاله الدكتوره مظبوط 100%، بس انا احب اضيف حاجتين. ان تعتبر مباراه الزمالك بصرف النظر على انها اهلي وزمالك، هي في خطه اعداده لمباراه سبورتنج، او جدوله اللي هو عامله الاعداد لمباراه سبورتنج، لان الهدف من الدور الاولاني كله مباراه سبورتنج اللي هتبقى يوم 30 على ارضنا ان شاء الله. فدي هو لازم بيطبق فكره الجديد، اذا كان في نوع من اي انواع ديفنس، اي انواع هجوم او دفاع او فاست بريك او يعني حاجه هو عايز يطبقها، فدي من ضمن الخطه اللي هو عاملها لنفسه. علشان دي لقطات كابتن سلعاوي من ارض الملعب، يمكن في حوارات كده مع كابتن طارق خيري وكابتن علي محمود وكابتن كريم، حوارات جانبيه مع الجهاز الفني يعني. اكيد زي ما احنا بنتكلم اكيد هم بيتكلموا كمان وبيشوفوا ايه اللي ممكن يحصل وبيفكروا ونستفاد ازاي، وممكن يمكن اكيد حوارات فنيه زي ما حضراتكم شايفين، مش هتشوفوا ده غير على شاشه قناه النادي الاهلي. برضو يا كابتن عايز اقول انه يعني كابتن طارق خيري عنده فرصه جيده المباريات دي، وحضرتك كمان يا دكتور مش عارف حضرتك يعني تتفق معايا، فرصه جيده انه اول ماتشات عنيفه ممكن يلعبها، حتى ماتش سبورتنج اللي في المجموعه ده انت محتاج تاخد اول تاني، ما انتش محتاج تقاتل على المركز الاول، لان هم اهم حاجه تاخد اول او تاني عشان ما تقابلش سبورتنج في قبل النهائي. لا وبرضه نفسيا ماشي، بس قصدي اقول لك ما هياش بطوله. فاذا انت اول اصطدام قوي ممكن يبقى بعد شهرين ثلاثه، فاذا انت عندك وقت كويس جدا انت تلعب باعصاب هاديه، تقدر تجرب اللعيبه زي ما تفضلت يا كابتن وزي ما تفضلت الدكتور قالت. خير الدنيا يعني، يعني ما عندوش اي ضغوط عصبيه. لا ما اعتقدش، الفرقه الحمد لله، الفرقه توليفتها ودعم النادي والحاله اللي عاملها طارق خيري والجهاز اللي معاه حاله تفرح يعني، حاله ما تخليش فيه نوع اي نوع من الضغوط. نعم، وهنا باين طبعا يا كابتن الصاله يعني غياب الجماهير، بتهيألي هو اصلا الملعب بدون جمهور يعني ما فيش مدرجات، الملعب اللي جنبه ملعب باسكت برضه، المدرجات بعيده، مدرجات بسيطه جدا، فبتصور زي ما حضراتكم شايفين ملعب هادي ما فيش جمهور زي ما كالعاده في ملعب النادي الاهلي، الامور بتبقى تحت السيطره، امن النادي الاهلي لابس فسفوري موجود، الامور متسيطر عليها جوه النادي الاهلي. وطبعا بالنسبه للفريقين يعني الفريقين بيلعبوا بدون اي ضغوط بدون اي شيء، والدخول والخروج للصاله موضوع سهل جدا جدا ما فيهوش اي مشكله، ودي ترابيزه التحكيم اهي. يمكن من فتره يا كابتن ما يعني احنا شايفين كويس قوي ترابيزه التحكيم يا كابتن سلعاوي، يعني احنا ممكن نشوف السكور شيت من هنا. يعني شايفين هنا يعني ترابيزه التحكيم، وكابتن الفلكي اهو يعني شايفينه. بس انا فرصه بقى معايا كابتن داليا، يعني الحقيقه برضو محتاجين نعرف يعني التحكيم المصري محتاج نظره، يعني خلينا نتكلم بامانه، مش احنا مش بنهاجم الاشخاص، ولكن احنا مش بنهاجم كمان، احنا بنقول بنفكر سوا ايه الحلول اللي ممكن تطرح لارتقاء بمستوى التحكيم. يعني حضرتك اكاديميه كبيره جدا ودكتوره كبيره بالجامعه، يعني شايفه ازاي نرتقي باحد واهم العناصر في كره السله؟ بص انا هقول لك على حاجه. هو التحكيم بغض النظر بقى عن يعني هو شخص في الاخر مجموعه من الخبرات بيتعرض لها تحت ضغوط معينه بتطلع منه صفاره. تمام. فهو وارد جدا نسبه الخطا لهذا البني ادم طبعا، ومش كل القطاع بتاع الحكام على نفس قدر المستوى، حتى يعني ممكن يكونوا واخدين نفس الدرجه بس مش كلهم شاطرين بنفس الدرجه طبعاً يعني طبعاً. هم في فهو ان انت تطور من المنظومه، انت بقدر الامكان بتعمل دورات وبتطورهم وبتجيب لهم ناس من بره وبتعمل لهم تدريبات. اقول لك على حاجه دكتور، الدورات والاحتكاكات والحاجات النظري كويسه جدا، ولكن انا من وجهه نظري الحكام لازم تحتك خارجيا. بص يا دكتور،
لعيبه الباسكت او اللعيبه بتكبر ليه او مستوى بيعلى ليه؟ بيلعب مع المنتخب، بيقوم بماتشات، فالحكام لازم تعمل معايشه في الدورهات القريبه هنا منك. طبعًا. لازم يكون في بروتوكول مع الفيبا ازاي اودي 4 5 10 حكام من عندي يقعدوا 3 4 اشهر ويعملوا روتيشن. ولازم برضو يكون في تعاون او بروتوكول بينه وبين الدول العربيه، وبين ان انا حكي اجيب حكام وانا اودي حكام ونحتاج وكده. بس انا اعتقد السنه دي الحكام التحكيم ماشي. بص يا كابتن سلعاوي، ماشي كويس، لانه عنصر من عناصر اللعبه، نجاح هو نجاح اللعبه. بس دايما تلاقي الجماهير بتطالب بحكام. ما في يا كابتن، ما هو احنا كان زمان، بس في حاله عدم رضا دائمه في موضوع الجمهور ده، والنبي لما نجيب لهم مين؟ بس يعني السنه اللي فاتت طب ما كان في حكام اجانب والناس برضه طالعه متضايقه. بص يا دكتور، خلينا نتكلم. يعني كان الحكم المصري قدام الاجنبي يا كابتن وائل وبرضه اعترضوا، يعني هم الجماهير على طول معترضين. لا بس انا هقول لحضرتك حاجه، خلينا نتكلم بكل امانه ومنطقيه. اداء الحكم الاجنبي لما بيجي مصر غير اداء الحكم المصري تماما، والناس بتجيب الجمهور ما بقاش، يعني الجمهور دلوقتي عنده وعي وعنده ثقافه، ما يعني انا اسف ما بيضحكش عليه، هو فاهم. اداء المدربين او الحكام الاجانب غير اداء حكام المصريين. انا بشفق على الحكم المصري لان هو ما خدش الاعداد الكافي، بس انا شايف من وجهه نظري، ما اعرفش حضرتك ايتوني في ده، لازم يكون في بروتوكولات. لازم لما اروح احكم اوروبا واجي انا هروح هناك هشوف بقى الجديد ايه في عالم التحكيم. انا بلاحظ ان التحكيم في افريقيا غير التحكيم في اوروبا غير التحكيم في مصر. صحيح. ده بيؤدي لعدم وجود الاحتكاك. لو في احتكاك وفي حكامنا بيتحكم في افريقيا بصفه مستمره، وبيحكموا في اوروبا، وبيحكموا في كاس عالم، وبيحكموا مش عمليه تبقى تمثيل مشرف، لا معايشه. معايشه يقعد 3 4 شهور يحكم في اوروبا بروتوكول، ودي حاجه هترقي بالمستوى. لان عندنا احنا حكام موجودين او طالعين عناصر كويسه جدا جدا، لو اتصقلت هيختلف الوضع. كابتن، مصر مليانه كفاءات. طبعا. ده حقيقي. انا بكلم حضرتك بامانه، لو هتكلمني عن كفاءات انا ما اشيلش هم، ما انت في مصر بلد الكفاءات. ولكن هي الموضوع انت محتاج احتكاك خارجي، زي ما اللعيبه بتطلع اوروبا بتطلع جامعات في امريكا. صحيح. يحتكوا. طب هم اللعيبه زادت ليه؟ بيختلف. عندك بيختلف. والمدرب. لو انا بقى، برافو عليك، الله ينور عليك. المدرب بيختلف برضه. لو انا بقى اللعيب بتاعي ما طلعتوش اي حاجه بره وفضل بس محلي، هيزيد؟ لا. احنا الحكام بتوعنا كده. محلي فقط، ما بيزيدوش، ما لازم اديله. وكمان عشان يطلع بطوله افريقيا، طب ما برضه مش احتكاك، ما انا لازم الاول اعلمه عشان لما يطلع بطوله افريقيا يبقى طالع عنده العلم والاداء. اللي ده انا بقول ليه؟ لان قضيه الحكام دي دايما في حاله عدم رضا، ودايما حكام الاجانب اللي بييجوا بيبقوا الحقيقه بنشوف حاجات جديده جدا. يعني النهارده حاجات زي السيموليشن بيصفروها. احنا هنا انا قعدت فتره ما فيش سيموليشن. حاجه ثانيه زي صفارات، انا في القانون انا بفاجئ ان في القانون في حاجه كده. فمحتاج احتكاك. احنا ما بنظلمش الحكم كحكم او بنقول حاجه على الاتحاد، بالعكس احنا بنقول افكار ممكن تكون من شانها ان تبقى فيها تطور للعنصر. بس يعني في الاول والاخر هي منظومه كامله، اللاعب والحكم والمدرب. طبعا طبعا. ونجاحهم الثلاثه هيديك كره سله. بس انا عايز اقول لك على حاجه. فضل. هو الخبره الاجنبيه لما بتيجي بتديك الخبرات او بتديك الخبره بتاعتها، وبرضه بيظل اللي بيطبق وبينفذ بالظبط زي ما هم بيقولوا هو اللي بينجح في مصر. يعني مش بالضروره ان كل الخبرات الاجنبيه لما بتيجي، يعني طب ما احنا بنجيب مدربين اجانب يدوا دورات كورسات للمدربين، هل المدربين بتاخد الكلام بتاعهم تنزل تطبقه في الملعب؟ برضه ترجع تلاقيهم بيدربوا بنفس الطريقه القديمه اللي هم. ما هو ده نظري، لازم يروح يشوفوا تطبيقه على ارض الواقع. يعني زمان انا فاكر مدربينا كابتن اشرف توفيق، كابتن مثلا صمد حميد، كان في مدربين، كابتن مرعي. المدربين دول راحوا قعدوا 8 و9 شهور في روسيا وفي امريكا. لازم يشوفوا ايهاب الالفي، نبيل بخيت. بالظبط. احنا شايفين طبعا معالي الوزير عمرو فاروق في ارض الملعب بيحضر اللقاء، وشايفين كمان الكابتن خالد العوضي ايضا موجود في اللقاء زي ما حضراتكم شايفين اهي، لانه هو مهم جدا. المسؤولين بيتابعوا سير المباراه والتامين المباراه وكل الكلام ده. طبعا اكيد الضيوف اللي بيجوا النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ومعالي الوزير عمرو فاروق نائب رئيس، موجودين بنفسهم في الصاله. وده اللي بيميز الحقيقه النادي الاهلي، هي اي ضيوف بيشرفونا في صاله النادي الاهلي بيلاقوا طبعا من المعامله ومن الاهتمام ومن التامين، يعني اللي يخلي المباراه تمشي في يعني شكل او اطار جيد ومنافسه يعني جيده. خدت بالك كابتن، في المدربين زمان يعني بيبقوا
كانوا بيطلعوا 6 شهور وثمان شهور ومش مره واحده في العمر، لا كانوا بيطلعوا بيحافظوا على ده. مع ان التدريب يعني برضو زمان ما كانش فيه لسه التكنولوجيا الحديثه وما فيش النت وما فيش الخبر وما فيش كده، لكن كان عمليه اجتهاد وكان عمليه ان هو بيطلع عن طريق الوزاره، كان بيطلع على يوتيوب وبيطلع صحيح، كانت منح كانت منح كتير وبيطلع لكن برضو انا بعيد كلام الدكتوره ان بترجع في الاول والاخر على الفرد نفسه، انت عايز تتعلم ولا مش عايز تتعلم؟ صح، هي دي المشكلة. طب الأساسية ما انا هو ده انا لو انت عايز تتعلم المعايشة ده ضرورة طبعا فعلا طبعاً. لان المدد الصغيرة دي ما بتأثرش طبعاً التأثير القوي يعني. طب ما انا صنف يا دكتور، ما انا صنف المدربين، معلش احنا عندنا في مصر هنا في تصنيف، ما انا هقول لحضرتك لا يعني انا قصدي ما في تصنيف، انا قصدي بس صنفوا بقى ايه تصنيف بجد. يعني ايه يا كابتن؟ يعني تصنيف مش بس نظري ان انا خدت كورس فبرتقي من تصنيف لتصنيف، النظري مهم ولكن لازم يبقى في لجنه فنيه من اعلى مستوى موجود تراقبوا اثناء تنفيذه. ايوه صح، تراقبوا اثناء تنفيذه في المباريات وتنفيذه، هل الراجل ده بيرتقي ولا ما بيرتقيش، مش بالهوى ولكن بالتطبيق. انا شايف مدرب تطور في الملعب تطور كبير، ده راي محترم جدا. يعني اصل اقول لك جزء نظري، النظري احنا مهتمين بيه، طب فين العملي؟ العملي هو ده الاساس، هو ده اللي بيفرق. لان انا النهارده انا كلمة حضرتك بكل امانه واكيد حضراتكم تأيدوني، انا يعني حزين لانه النهارده عندنا المدربين الاجانب بقى هم المسيطرين. ده حقيقي غلطان؟ لا 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 طبعا ما حدش يقدر يختلف. النهارده كابتن عمرو ابو الخير هذا الرجل يعني اللي كان ليه فضل كبير جدا وطلع اخر تاهل كاس عالم كان كابتن عمرو ابو الخير موجود، كابتن مرعي الموجودين، كابتن اشرف توفيق الموجودين على الساحه برضو قليلين قليلين. ما كناش يعني الدوري العام فيه اكتر من المدرب. ما كنا الاجانب اكتر والانديه بتجري ورا الاجانب لانه المدربين المصريين ما ملوش المكان ده، مع احترامنا للكل طبعا. لا 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 ما بنقلش من ده خالص، ولكن بنقول ان كان زمان ده ولسه على فكره ده لسه في غزو كمان اهو. بالظبط يعني ده لسه في البدايه. طب هل ده برضو ما احنا محتاجين يكون في تقييم للمدربين، في شغل، في مساعده من الاتحاد يقف جنب مدربينه؟ لازم او بلاش الاتحاد، ما مش هقول الاتحاد كل حاجه، يبقى في لجنه او حاجه هدفها. لا هو في لجنه مدربين في الاتحاد لازم ترتقي برؤوسها كابتن ايهاب، مفترض ان يعني بالزبط. الكلام ده يبقى يكون مفيد تحت جدا. بص الهدف في الاول والاخر احنا عايزين مصلحه مصر منتخب مصر، لازم يرجع الدوري. هو الميزه الوحيده بس في الحكام قبل ما نسيب الحته دي ان اللي اتحسن جدا جدا ما بقاش فيه انتماءات زي زمان، مفيش كونتينيلا، مفيش انا اهلاوي وانت زملكاوي. لا لا طبعا، فدي حاجه من الحاجات اللي بتضمن الحياديه، لكن ان شاء الله عن طريق الدورات وعن طريق ان الانسان يبقى عايز. وخلي بالك يا كابتن، ما انا بقول لحضرتك هي الفكره في الاول والاخر هي بتصب في مصلحه منتخب مصر. طبعا منتخب مصر لو كل المنظومه، هو الهدف اللي بيشتغل ليه منطقه القاهره واللي بيشتغل ليه منطقه الجيزه واللي بيشتغل ليه اتحاد الباسكت، هو الهدف. الهدف انك توصل لكاس عالم وتوصل لاقصى حاجه. نعم، في الهرم بتاع الباسكت. شايفين كابتن خالد ابو زينه كمان مدير اداري كره الطائره حاضر المباراه يعني. طيب خلينا نقول اسماء الحكام او طاقم التحكيم اللي هيقود لقاء اليوم، الكابتن سامح الجزار وكابتن اسلام حموده ومراقب المباراه، هيبقى حكمين بس يا كابتن تهيألي ولا ثلاثه، وسامح الجزار واسلام حموده. هنشوف لو ثلاث حكام ولا حكمين ومراقب المباراه كابتن احمد الفلك اللي شفناه من شويه في ارض الملعب. ده كان طاقم التحكيم. طاقم المباريات الثلاث حكام مش حكام. ثلاث حكام يبقى هو ممكن. طب هنتاكد من هذا، ممكن كابتن سامح والجزار واسلام حموده، هنشوف بس الايه. بس انا شايف في الملعب حكمين بس كده. ممكن منطقه القاهره حكمين لكن اعتقد دايره عام ثلاثه. ماشي، هنشوف الطاقم في الملعب حكمين بس يا كابتن. حكمين بس. بلغوا لي دلوقتي هم حكمين بس، كابتن سامح الجزار واسلام حموده حكمين فقط سيديروا اللقاء، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، واكيد هتبقى اكيد فرصه جيده ل يعني ان هم يقودوا مباراه زي دي. طب كابتن داليا، يمكن وجود العنصر النسائي في التحكيم النهارده، احنا بنتكلم النهارده عندنا حكمات طالعين على مستوى جيد جدا بامانه. ده حقيقي طبعا. الفتره دي تشهد بامانه طفره في الحكام او الحكمات المصريات، شايفه ده ازاي؟ هو ده حقيقي فعلا. احنا العنصر هو العنصر النسائي عامه في المنظومه في المنظومه الرياضيه برضو بدا يبقى فيه اهتمام بيه جامد جدا، يمكن كتير جدا بيطلب مننا حاجات شغل وكده وبيشترطوا فيه ان وجود العنصر النسائي بقوه. نعم. نعم. سواء أفريقيا. في مجال التدريب افريقيا بالذات لازم يكون في الجهاز الفني كمان عنصر فعلا. نسائي ده حقيقي سواء في مجال التدريب او في مجال التحكيم. مجال التحكيم فعلا فيه كذا حد يعني تطور
كبير ووصل للعالميه دلوقتي وبيحكم كاس العالم دوري ساره دي تعتبر سفيره ليهم ويا خالد ويا خالد في كتير كتير في وبيحكموا بمنتهى الحياديه وبمنتهى القوه والحزم في الملعب عندهم حزم اكتر من كثير من الحكام يعني ما شاء الله لا عندهم اشتغل على السكيل عندهم مولين كويس جدا حتى شفنا بيحكموا ماتشات الكبار رجال وهم بيهتموا جدا بتطوير نفسهم يعني حتى صحيح. في القطاع الصغير تلاقيهم هم اللي مركزين جدا في تدريبهم وفي تطوير نفسهم فبيبقى في عدد كبير جدا من السيدات وبيحصل لهم بقى طب دي حاجه مبشره يعني برضو احنا ايه مش هنقول بس دايما الجانب اللي بيبقى يعني محتاج تطوير ولكن نقول الجانب الجيد ان عندنا حكمات بدات تظهر على الساحه واكيد دي ايمج كويسه جدا للدوري في مصر وخلينا نقول برضو انه اقوى دوري كره سله الان في المنطقه خلينا نتكلم بكل امانه هو الدوري المصري يعني 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 يمكن الرجال انا بتكلم على الرجال اكتر السيدات لسه شويه في فرقتين بس اللي بينافسوا ولكن دوري كره السله رجال دوري قوي يعني خلينا نكون امنا يعني اقوى من الدوري اللبناني من وجهه نظري انا يعني اقوى من الدوري السعودي اقوى من الدوري الاردني انا متابعهم كويس فانت النهارده عندك 8 فرق مصريه انت ما تعرفش مين بيكسب صحيح حتى الثمانيه الكبار اللي بيلعبوا في الدوري الولاد رايح جاي ماتشات رايح جايه ويعني مثلا مفاجآت كتيره جدا كتير جدا جدا وانا بقول لحضرتك الثمانيه الكبار ما تعرفش مين هيكسب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل الاخير ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره الاهلي والزمالك دوري السوبر كره سله ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وقبل ما نروح للمباراه بحب اوضح للساده المشاهدين اللي مش هيقدر يتابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعنا على اليوتيوب هتكون المباراه في بث مباشر وايضا صفحتنا على الفيسبوك يقدر يتابعنا في اي مكان وهو ده هدفنا في قناه النادي الاهلي ان احنا نوصل لجمهورنا اينما كان وخلينا اوضح لحضراتكم ان احنا عندنا بكره وبعده مباراتين هنقلهم لحضراتكم كمان على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما وعدناكم منذ انطلاق برنامج الابطال ان احنا هنكون موجودين مع ابطالنا في كل مكان قدر استطاعتنا بكره ان شاء الله هتكون في مباراه كره السله الاهلي وسموحه ان شاء الله هنذاع لحضراتكم وبعد بكره ان شاء الله مباراه الكره الطائره مباراه القمه الاهلي والزمالك ايضا منقوله على شاشه قناه النادي الاهلي بنسعى دائما ابدا ننقل لحضراتكم الاحداث الرياضيه قدر استطاعتنا تبقى بين يدي جمهور النادي الاهلي كابتن اجي لكم قبل ما نروح للمباراه في عجاله كده كابتن سلعاوي توقعاتك للمباراه يعني سريعا في 20 30 ثانيه اعتقد انها مباراه هتبقى من جانب واحد وان شاء الله احنا بس احنا نطمع ان تكون مباراه يعني كويسه نتفرج عليها بحيث ان المشاهدين يتفرجوا يستمتعوا كده بس اعتقد ان هتبقى مباراه يعني قريبه الى السهوله شويه ان شاء الله ان شاء الله مع كل الاحترام طبعا نادي الزمالك دكتوره داليا شايفه المباراه تمشي ازاي يعني ان شاء الله يعني الاهلي يكسب باذن الله ويبقى في هيبقى في فرق سكور يبقى وان سايد جيم بس نتمنى كده زي ما كابتن سلعاوي قال اداء الاهلي وتطبيقه للحاجات اللي كابتن طارق بيقول عليها تبقى بشكل كويس ويبقى منظرنا كويس في الملعب مع غياب اللاعبات النجوم المصابات يعني ان شاء الله الفرقه تأدي اداء جيد باذن الله احنا شايفين خلاص هو بدا الـ 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 الاحماء ده يعني خلاص لحظات بتهيالي يا جماعه لان انا شفت حتى اللعيبه التحيه والاجتماع الاخير اللي بيتم مع الاجهزه الفنيه تم وخلاص الحكام بتستعد اهي لانطلاق المباراه ويمكن زي ما حضرتك قلت يا دكتور داليا هي بتبقى فرصه كويسه وزي ما قلت للاجهزه الفنيه او الجهاز الفني نادي الاهلي واعتقد ان برضو كابتن ياسر مدرب نادي الزمالك يعني محتاج يتستنى هو محتاج يشوف فرقته ومحتاج لان لسه الراجل ما مرنش وما شافش الفرقه بس هو اكيد يتمنى انه ما يخرجش بخساره كبيره طبعا يعني الراجل هو لسه متولي اي مدرب اي مدرب بصفه عامه يعني وخاصه ان المباراه بين القطبين دي مشكله بالنسبه للمدربين نعم لان هو طبعا بتبقى هي لما بيبقى اول مسؤوليته ماتش كبير وبيلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي اكيد بتبقى مشكله بالنسبه له ولكن طبعا يعني احنا نتمنى نشوف كره سله جيده هو هيعافر جامد يعني في بدايه الماتش هتبقى قويه يعني انا اتوقع ان بدايه الماتش تبقى قويه تغيير المدرب بيدي نفسيه قويه بيدي بوش في الاول ساعه تغيير الاجهزه يعني بيدي تغيير كويس للاجهزه طيب تمام هو بس في خبر برضو جالي كده سريعا طبعا اسلام مشجع نادي الاتحاد الاسكندريه بيتمنى له كل الشفاء بلغوني يعني من يعني احد المقربين يعني او احد المتابعين لحالته خرج
الحمد لله من غرفة العمليات، انه كان بيعمل عملية تانية النهاردة هو في الإفاقة. يا رب يشفيه يا رب ان شاء الله ويرجعه تاني. ربنا يا رب يشفيه ويرجعه تاني يعني لأهله. سالم غانم هو تحت متابعة دقيقة، واحنا هنفضل متابعين اخباره حتى نطمن عليه يا رب ان شاء الله. ومين يعرف ممكن في يوم من الايام يكون ضيفنا هنا ان شاء الله. ان شاء الله بعد ربنا يشفيه ويرجع لاهله بالظبط. يعني احنا كقناه اهلي او طبعا نتمنى له كل الخير والجميع المشجعين يعني. اكيد اكيد. وكابتن داليا طبعا اكيد الموضوع ده فرق مع كل المسؤولين، حتى انتم في منطقه القاهره اكيد كنتم متضايقين جدا طبعًا من هذا طبعًا الموضوع. اتمنى له كل الشفاء يا رب وعدته ان شاء الله. خلاص لحظات، ده التايم اوت النهائي، اقل من دقيقه او دقيقتين. جاهزين يا جماعه نروح؟ طيب خلاص دقيقه او دقيقتين بالكتير. خلينا نطير لصاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل احداث مباراه كره السله الاهلي والزمالك في الجوله الثالثه في دوري السوبر موسم 22 23 ومعلقنا الكابتن احمد مناع. فالى هناك.